أراضي زراعية هي مخالفة، لكن لازم وزارة الشباب والرياضة والمسؤولين لازم يشوفوا إيه البدايل، علشان الملاعب دي متنفس كبير جدا للشباب. الملاعب دي بيخرج منها مواهب للأندية والمنتخب مصر. معانا على التليفون دلوقتي الناقد الكبير الأستاذ عصام شلتوت. إزاي كابتن عصام؟ كابتن أسامة إزاي حضرتك؟ موفق كابتن. على فكرة إطلالة جميلة إن يبقى في حاجة عن الناشئين وعن ما يسمى بأمل مصر في المستوى القريب والبعيد كمان إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا بنشكر طبعا حضرتك إنك بتخصصوا مساحة في اليوم السابع لأخبار الناشئين وأخبار المنتخبات، حتى الناشئين والشباب يا أستاذ عصام. حتى مبارياتهم قدر المسموح، عشان إحنا بنحترم الحقوق والحاجات دي، بنحاول نبرزهم بمقاطع من الفيديوهات يعني. عايزين بقى قضية الساعة، إيه رأيك في إزالة الملاعب الخماسي؟ أنت قلت عنوان مهم يا كابتن أسامة. الدولة المصرية لا يمكن لأحد التعدي على حقوق باقي الشعب. الناس فاكرة أن الدولة المصرية لما تدور على حقوق هي بتدور على حقوق ما يسمى الحكومة، لا، هي بتدور على حقوق بقية الشعب. حضرتك مش شعب وأنا مش شعب. تمام. لما نستقطع جزء من أرض أملاك عمومية زي ما بيقولوا أو أراضي زراعية أبورها، نحن نحتدي على حق بقية 104 مليون. تمام. عشان بس نوضح لأهالينا الطيبين. تمام. الجزء الثاني يا كابتن، أنه إما أراضي زراعية يتم تبويرها أو استيلاء على أرض حتى بعض المناطق تحت المحاور والكباري بلعبة أو أخرى، يروح حد فيقول لك والله أنا راجل بجتهد وعامل ملعب للناشئين أو للشباب. لا يا صديقي، لا يا مواطن يا طيب، أو حتى بنوايا سيئة، لأنه أحيانا الطيابة بيتصرف منها نوايا سيئة. تمام. ما تمدش إيدك على ما هو عام. ثانيا وهو الأهم، أنت قلته، لابد من توفير بديل هام وعاجل. تمام. الملاعب دي يا من أنشأ تاريخ البرازيل الكروي على الشواطئ في حتت كتيرة، ملاعب العرضة في العرضة زي ما بيقولوا، بتخرج أجيال من الناشئين والمواهب. وبالتالي أعتقد أن الدولة الملف كله بتاع الرياضة، وحضرتك عارف، أن تتحول لصناعة منها صناعة الناشئ والموهوب أمام الدولة المصرية بإصرار. وبالتالي أعتقد أن البديل يجب توفيره، لأن الملاعب دي يا كابتن، وعايز حضرتك تلقي الضوء على ده، بعضها بدون رقابة، بعضها يظهر حتى مطلع الفجر. مزبوط. وبالتالي يساء استخدام بعضها، لكن بعضها كان مؤثر وسيظل مؤثر. وبالتالي أنا بقول لحضرتك عندي معلومات من قناة الأهلي الأكثر انتشار طبعا، بقول لحضرتك أن الدولة هتدفع بالبديل بملاعب مؤمنة فيها دكتور، فيها رعاية، الشرطة عارفة ليها مواعيد يا كابتن للبدء والانتهاء، تحت رقابة تليق بأولادنا والنشأ ومستقبل مصر. ممكن يكون البديل يا أستاذ عصام يبقى في تعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم، المدارس، إن الملاعب في المدارس تستغل حتى في الفترة المسائية، يعني في أيام أجازات ممكن يبقى خميس جمعة سبت، إن احنا نستغل الملاعب في المدارس، يحصل تطوير الملاعب دي وتستغل أفضل استغلال. طب ما شاء الله عليك، احنا أساسا وإحنا في الهرم، ويعني كان بيسعدني إن أنا كنت في جيل فيه زكريا ناصف جاري وكان معاه في المدرسة وكنا بنلعب كورة، والسنة هو ما شاء الله راح الأهلي، أنا رحت المقاولين كطلبة أو تلامذة في أولى إعدادي، كانت مدرسة الزراعة ملك الدولة. تمام. تفتح ملاعبها وهي ملاعب كبرى لأهل الحي زي ما بيقولوا. مزبوط. ومن ثم بنروح نلعب برقابة. وأذكر، تخيل بقى، الأستاذ جلال هو كان أحد الله يرحمه طبعا كبار الإداريين والمديرين ومهندس زراعي بالمدرسة، ووالد خالد جلال كان بيحضر بنفسه الأهل الحي ويقول لنا إزاي نحافظ على المرافق، إزاي نخلي بالنا من الملاعب، لأن احنا مجرد أهل الحي، ما احناش طالب المدرسة. وكان يوم الجمعة اللي انت قلته رائع يا كابتن. يا ريت توصل الرسالة دي للدكتور أشرف صبحي، وهو متعاون صراحة في المدارس وفي الجامعات، زي ما بنشوف دوري مراكز الشباب، بنشوف دوري المدارس. أتمنى إن المدارس تفتح أبوابها والملاعب دي يتم تجهيزها عشان كل الأحياء. إن أستاذ عصام، مراكز الشباب طبعا ممكن هنلاقي فيها ملعب واحد، او احياء ممكن ما يبقاش فيها مراكز الشباب، فالمدارس هي متنفس حقيقي لهؤلاء الشباب يعني. عشان تبقى مطالبتنا واحده من القناه ومن اليوم السابع وعلى المستوى الشخصي. تمام. هنرفع الامر ده امام السيد وزير الشباب والرياضه، وهو مهتم جدا بتغيير كل الاوضاع، هنطلب منه المدارس اللي فيها حوش او ملعب
تظل فيه الخدمة للشباب والناشئين أيام الأجازات الويك إند زي ما بيقولوا وفي الفترة المسائية. إيه رأيك على هذا العنوان؟ تمام، إحنا عارضين دلوقتي الإزالات بتاعت الملاعب دلوقتي، وهي بيتم إزالة الملاعب، يعني حاجة طبعا يعني إحنا الدولة بتزيل البيوت المخالفة، أكيد لازم تزيل برضو الملاعب، وإحنا مع ضد أي مخالفة بيتم يعني تكون موجودة، يعني إحنا مش مع أي مخالفة تكون موجودة. اعتداء على حقي وحقك، لا أحد يدفع ضرائب وربما إيجار، ده غير تبوير بعض الأراضي، غير الخطورة اللي قلت لحضرتك عليها. تعال نتولى كإعلام إبراز الوجه الحقيقي للي بيحصل، إنه هيبقى فيه بدائل ومؤمنة، لأن المستقبل ده اللي هو النشء أمانة في رقبة الدولة وكل الشعب. تمام، الناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لك. هنروح دلوقتي التقرير مع الكابتن فتحي مبروك.